طبعا احنا النهارده بقى من ايه محاضرة اللي هي بقى المحاضرة الأخيرة، يعني محاضرة الوداع، يعني إن شاء الله الامتحان هيبقى زي النهارده بإذن الله. طبعا احنا الامتحان احنا خلاص وضعنا الامتحان خلاص هتضيعه وقت، انا ما عنديش مانع. اللي هيتقال كل كلمه المفروض فيه هتبقى لها محل من الاعراب. عايزين تتكلموا خير وبركه، ما فيش اي مشكله عندي خالص، ما عنديش والله، والله ما عندي مانع. انا تعبان يعني هل كان خالص، يعني لان انا كل يوم في محافظة في المعهد، كل يوم كل يوم يعني، فأنا جاي أنا عايز أتراجع بصراحة. لكن إحنا بقى بنقول بقى عشان خلاص وإحنا داخلين على مرحلة بقى النهاية بتاعت الدورة وعايزين ربنا يكرمنا، فنسمع نسمع، ما نسمعش ما نسمعش. الامتحان يتوضع وخلاص وزي النهاردة، واللي فيه الخير هيعمله ربنا إن شاء الله. مشكلة شبك انت. الأساس اللي واقفين فوق في أماكن تحت موجودة. في أماكن تحت. اتفضل، في أماكن تحت. الامتحان ان شاء الله يوم الاربعاء زي النهارده، هيبقى يوم 10 يوم 10 10 7 ان شاء الله. هنبدا الامتحان يوم الاربعاء، هتبقى اللجنه الاولى الجيزه. ركزوا كويس، اللجنه الاولى هتبقى محامين الجيزه، وهنبدا من الساعه واحدة. هنبدأ الامتحان من الساعة واحدة. هنبدأ الامتحان من الساعة واحدة. اللجنة اللي هي الأولى اللي هيبقى محامين ومحاميات الجيزة. ماشي؟ ده هيبقى لجنة أولى من الساعة واحدة للساعة اتنين. الزمن ساعة. فحضراتكم مطلوب إنكم تيجوا قبل الساعة واحدة عشان هتخش تعرف مكانك وتتوزع الأسئلة، ونبدأ الساعة واحدة بالظبط الامتحان هيبدأ. يعني تعملوا حسابكم انك مش هتيجي تخش، لا ده انت هتيجي الأول تبصم وتشوف الواقع، تشوف النظام ايه وتخش. لاحظوا ان الدخول والكلام والبتاع بياخد وقت. احنا بقى ملتزمين بميعاد الساعة واحدة بالدقيقة هيبدأ الامتحان، الساعة اتنين هينتهي الوقت. فنكون حريصين على اننا الساعة قبل الساعة اتنين نكون قاعدين في اماكننا، اتوزع الاسئلة تتوزع، نبدأ الساعة اتنين نقول بدأ الامتحان. ساعة واحدة قصدي، ساعة واحدة، ساعة واحدة، ساعة واحدة. معلش سهو يعني ما فيهاش حاجة. سلام على الشطارة قوي. ايه دي؟ يا سلام. الساعة واحدة اهو، قول تاني الساعة واحدة. الساعة واحدة اللجنة الأولى الجيزة. الساعة واحدة من الساعة واحدة للساعة اتنين.
الساعة 1 بالدقيقة هنبدأ الامتحان، المفروض قبل الساعة 1 تكونوا موجودين في القاعة وكل واحد في مكانه، هيقول وقبل الساعة 1 يكون الورق متوزع ونبدأ الامتحان الساعة 1. خلي بالكم احنا ممكن نوزع الورق الساعة 1، هتقطع وقت منك، خلي بالك. فأنا عايز إن الساعة 1 يكون كلنا في أماكننا، ويكون كلنا استلمنا الأسئلة، يكون كلنا استلمنا الأسئلة. ما تضيعش دقيقة من وقتك، يعني خلي ليك ماشي عليك، ماشي. ده اللجنة التانية، اللجنة التانية هتبقى من الساعة 3 للساعة 4، الألومية شمال وجنوب. اللجنة التانية هتبدأ من الساعة 3 للساعة 4، ودي اللي هي شمال وجنوب الألومية. وطبعا الامتحانات مع مطبوعة، واللي يعني ده هيبقى له امتحان وده هيبقى له امتحان عادي، يعني ورد أسئلة عادية يعني. عايزين بقى نبقى دلوقتي نقول حاجات مهمة، نقول حاجات مهمة باشا، نقول حاجات مهمة. الحاجات المهمة دي ايه؟ انتوا حاطين او واخدين يوم الامتحان ده انه حاجة صعبة قوي، وانا بسمع يعني حاجة صعبة قوي الامتحان والامتحان، لا، والامتحان امتى والكلام امتى، وقولوا لنا الاسئله وقولوا لنا مش عارف ايه الكلام ده. خلي بالك الامتحان لو انت مش عارفه مش هتعرف تعمله، يعني لو انت مش فاهمه مش هتعرف، حتى لو زميلك انت سالته مش هتعرف تاخد منه. ليه؟ لان اللي احنا بنمتحن فيه ده قضايا دعاوي متعلقه، سواء بقى مدني، جنح، شرعي، اداري، ايا كان. دي انت مش داخل تجاوب وتمشي، لا، ده انت داخل تترافع في قضايا. خلي بالكم انت داخل تترافع في قضيه، مديك انا الدوسيه بتاعها وبقول لك دي حضرتك موكل فيها اترافع. ده اللي عشان تاخد الموضوع بسهوله، عشان ما يبقاش فيه ايه، لا ده انا اصلي ده امتحان واصلي انا هجاوب، لا مش كده خالص. احنا كل اللي قلناه في المحاضرات اللي انتوا شفتوه عملي، احنا بنيجي نقول نقول وقائع عمليه، مش ماسكين كتاب وبنقرا منه، لا، ده احنا بنديك واقع احنا عشناه وترافعنا فيه وترافعنا في المحاكم على كافه درجاتها وبنقوله. فده انا متاكد تماما ان في ناس كتير ما شاء الله هيبقى مستوى حلو جدا، لان هم كانوا متعاشين معانا واحنا بنعرض، ففاهم الموضوع وعارض، فمش محتاج ان هو لانه ما حفظش، انا ما اديتلوش كتاب او نص ماده قلت له احفظه، او بديله اركان جريمه قلت له احفظها، لا، ده انا بقول له اركان الجريمه كذا، الدفاع كذا، المرافعه كذا، التعامل مع المحكمه كذا، التعامل مع النيابه كذا، التعامل مع الشرطه كذا، التعامل مع كافه مؤسسات الدوله كذا. تعاملك مهم، اخلاقك مهمه، خلي بالك. فده اللي احنا قلناه كله ده، ده واقع كلنا يعني ايه عايشينه، وكلنا قبل ما نكون فهمناه تعايشناه. فلما تستدعيه هتلاقيه حاضر اصلا، غير لما تكون بقى ايه انت وكاتب كلمتين وحافظهم، كاتب كلمتين وحافظهم، لما يجي لك قضيه في الكلمتين دول، طب انت عايز تتعامل معاها ازاي؟ لو انت حافظ مش هتعرف، يعني لو انت حافظ مش هتعرف، لانك هتيجي تستدعي اللي انت حافظته مش هتلاقيه. ليه؟ لانه انت بتنساه، لكن انت تعايشت الواقع
لا يمكن هتنساه ابدا. مش كده وبس، ده انت هتستعمله، ده انت هتمثله، فيبقى الامر ده امر سهل. طيب نسترجع بقى مع بعض، نسترجع بقى مع بعض. ما هو في حاجات، في حاجات احنا كمحامين ابتدائي هنشتغلها، هنشتغلها يعني، دي هتبقى يعني الشغل، معظم الشغل بالنسبة لنا يعني. انا بقول الكلام ده بقى للي هيمارس المهنة، اللي هيمارس المهنة، واللي هيمارس المهنة هيتحمل كل الصعاب اللي هتقابله في حياته. ليه؟ لأنه هو متمسك بالمهنة ومقتنع بيها ومؤمن بيها وحبيبها، فهو ده هيتحمل. بس هيتحمل وهيبقى في يوم يعني الكل يتشاور عليه كده، محامي، محامي ناجح، انت حضرتك وانت حضرتك هتحسوا بالكلام ده. بعد ما تخرجوا من المعهد هيبقى فيه ايه بقى؟ خلي بالكم في غربلة، في غربلة. غربلة من ايه؟ هتغربلوا نفسكم. اسمع يا استاذ بقى، اسمع، ازاي هنغربل نفسنا؟ ما احنا هنشتغل كلنا، مش كده؟ هنشتغل كلنا، وهنحضر كلنا قدام المحاكم، وهنحضر تحقيق في النيابة، وهنحضر كافة انواع المحاكم اللي هي درجاتها تسمح لنا بالحضور ابتدائي، ماشي؟ الميزان بقى والامتحان فين؟ في المحكمة. هتيجي حضرتك انت وزميلك او زميلتك اللي كنتوا في المعهد موكلين انتوا الاثنين في القضية دي، واحد عن المتهم وواحد عن المدعي بالحق المادي، واحد عن المتهم واحد عن المدعي بالحق المدني. ده المباراة بقى، ده المحاماة. أيا كانت القضية بقى، نفترض القضية سرقة أو قتل خطأ، حضورك بقى في المحكمة ده أول إجراء في المحكمة بتعمله، أول إجراء في المحكمة بتعمله. المحكمة قبل ما تبدأ وقبل ما تطلع اعرفوا الإجراء، القاضي بيجي من بيته على المداولة، يقعد في حجرة المداولة، باب بره كده الواحد بيخش يقعد في المداولة لغاية ما يجي ميعاد الجلسة ويكون هو مجهز قضاياه، والحاجب بيطلع القضايا على المنصة، ويبدأ نقول أول بداية فيها إيه هنا؟ الحاجب يقوم فاتح الباب والمحكمة حاضرة، ويقوم بخبط على الباب محكمة، يقوم رئيس المحكمة خارج طالع على المنصة، نقوم كلنا أول ما يخش بيطلع على المنصة نقوم واقفين كلنا، الكل اللي في القاعة محامين وغير محامين يقفوا، وأول ما يجي على المنصة يقعد يقول بسم الله الرحمن الرحيم اتفضلوا، كل يقعد، يبدأ يبدأ يفتح الجلسة يقول بسم الله، فتحت الجلسة ويوم بادئ. هو بقى هنا تشكيلها ايه؟ تشكيل المحكمة الجزئية، القاضي سواء بدرجة رئيس ب او رئيس الف هو القاضي رئيس المحكمة، على يمينه وكيل النيابة ممثل الادعاء عضو النيابة، على شماله هناك كده السكرتير، هنا كده واقف هنا الحاجب. ده تشكيل المحكمة اللي القانون قال عليه، يعني ما ينفعش المحكمة تنعقد، محكمة الجرة تنعقد بدون وكيل نيابة، ما ينفعش. يبقى إجراءات المحاكمة باطلة. خلي بالك، اعرف يا أستاذة أنت بتعملي إيه؟ يا أستاذة أنت بتعملي إيه؟ بتكملوا مع بعض؟ بتكتبوا إيه؟ فهنا لازم تعرف، لأن كل نص إجرائي في تشكيل المحكمة والنيابة والإجراءات شكلها دي شرع
لمصلحة المتهم اللي بيمثله الدفاع، وفي نفس الوقت في ضمانات للدفاع هو شخصيا. والنصر لما بنقول ان فيه بطلان في اجراءات المحاكمه، ليه؟ لان المحكمه كانت مشكله بطريقه مخالفه للقانون، حيث ان عضو النيابه لم يكن متواجدا في تشكيل المحكمه. بس خلص. يعني نفترض واقع بقى، هو هنقول نفترض حضرتك حضرت جلسه واترفعت والمحكمه والقاضي على اخر الجلسه، واخر الجلسه صدر احكام بالرغم من ان ما كانش فيه عضو نيابه في تشكيل المحكمه، يبقى حقك هنا تتمسك وتدفع الدفع ده وتثبت. هنا يبقى فيه بطلان، مش بطلان في الحكم، بطلان في اجراءات المحاكمه. يفرق بطلان في الحكم غير بطلان في الاجراءات المحاكمه نفسها. يبقى ده شرع لمصلحتك، النص ده شرع لمصلحه المحامي اللي هو وكيلا عن المتهم. ليه؟ لان تشكيل المحكمه جاء مخالفا لصحيح القانون. وده من النظام العام مفيش فيه كلام خالص. يبقى هيبقى فيه بطلان في اجراءات المحاكمه. طب جينا هنحضر احنا بقى، اول ما المحكمه بتبدا الرول مع الحاجب، خلي بالكم يا اساتذه اللي فوق، لو ما سمعت قولوا لي اجي لكم لغايه فوق. الرول مع الحاجب اللي هو فيه اسماء المتهمين، بيبدا الجلسه يقول لك فتحت الجلسه، انت يا ابني انت الحاجب من اول الرول، رول واحد يقول فلان الفلاني حضر او ما حضرش. انت حضرتك حاضره وحاضره مع متهم ومتهم في قضيه، ورولوا جلسه اليوم. اتنادى القضيه، قمت متهم حاضر، حاجب بيقول ايوه المتهم حاضر او مش حاضر. يا اما المتهم حاضر او عامل للتوكيل للمحامي والمحامي يحضر عنه بالتوكيل. طيب خلينا المتهم حاضر، وجيت حضرتك المتهم اتندى طلع حضر قدام المحكمه وانت حضرت بتحضر حاضر مع المتهم الاستاذ فلان الفلاني وسدد التهمه. سدد التهمه الصبح ماشي، ثبتت حضورك عن المتهم. طيب في مدعي مدني، في مدعي مدني فثبت حضور المدعي المدني، ثبت حضور الصبح وجاي بالتوكيل عن الورثه وجاب اعلام الوراثه ومسدد الدمغه ودفع مصاريف الدعوه المدنيه، جاهز. هنا هل حضرتك ليك طلبات ولا هتترافع على طول؟ ليك طلبات، هتطلب مثلا قضية سرقة أو قتل خطأ أو إصابة خطأ. أنت لسه حاضر أول جلسة، ما اطلعتش على القضية، فبتطلب من المحكمة يلتمس الدفاع التأجيل للاطلاع. خلاص المحكمة بتقول لك اطلع، بيقول أنا أول جلسة ما اطلعتش، فبيأجل لك للاطلاع لجلسة كذا وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهم بالاطلاع. خلاص هيأجل الجلسة للاطلاع كمان. هنا المدعي المدني ثبت حضوره وادعي مدني وسدد الرسم، المحكمة بتقول له كده أستاذ دعت بقى دعت مدني، والموظف بقى السكرتير بقى بيقول له إيه؟ أرس أيوه هو سدد الرسم والاعلام الاعلام الشرعي وقرار الوصايه والورق ده. ادعي ماشي، ادعي مدني. ادعي مدني فين بقى؟ في مواجهه المتهم. ادعي مدني في مواجهه المتهم المجني عليه اللي هو حضرتك المحامي بتاعه،
ادعيت مدني في مواجهه المتهم الحاضر. المحكمه بتقول لك القاضي يقول له كده ادعي مدني يا استاذ ادعي مدني، يقول لك انا بدعي مدني في مواجهه المتهم الحاضر جلسه اليوم. القاضي كده يقول للسكرتير اكتب يا ابني والحاضر مع المتهم ادعى مدنيا في مواجهه المتهم الحاضر بجلسه اليوم. خلاص ما ياجلش بقى، هياجل للاطلاع فقط لا غير. طب نفترض ان حضرتك حاضره بتوكيل عن المدعي بالحق المدني، حاضره بتوكيل عن المدعي عن المتهم، وجينا علشان نقول ان الداعي مدني المتهم مش حاضر، حاضر بتوكيل عنه. فهنا لما يجي يطلب المتهم، يطلب المحامي المتهم يطلب التأجيل للاطلاع، هنا الدعوة المدنية ما اعلنتش لسه، لأن المتهم مش حاضر، ما انعقدتش. يبقى المحكمة هتقول إيه؟ قررت المحكمة التأجيل لجلسة كذا للاطلاع وإعلان الدعوة المدنية، سرعت المدعي بالحق المدني بالإعلام بالدعوة المدنية. يبقى التأجيلة دي للاطلاع، المحامي هيطلع، محامي المتهم، والمدعي المدني هيعمل إعلان بالدعوة المدنية للمتهم. إيه الإعلان بالدعوة المدنية ده؟ حاجات بسيطة أوي، إيه؟ هتيجي تقوم كاتب الإعلان بالدعوة المدنية، هقولها لك سريع كده، تقوم جايب ورقة عادية خالص تقول إنه في يوم كذا بناءً على طلب مدعي بالحق المدني، ايا كان بقى عدده والذنب بالحق المدني، ومحلهم المختار مكتب الاستاذ كذا. ها؟ تقول ايه؟ ما انا هقول الاعلان اهو. صيغته؟ طب انا بقوله اهو. يا استاذ بصوا عشان بس نبقى الكلام عادي. انت معاك الورقه اللي هتعمل فيها الاعلان. تيجي فوق كده وتقول انه في يوم كذا، تاريخ اليوم بناء على طلب اللي هم المدعين بالحق المدني المقيمين في كذا ومحلهم المختار مكتب الاستاذ فلان الكائن بكذا. بعد ما خلصت بقى محلهم المختار ده هنقوم جايين من اول السطر، انا تسيب فاصله كده فاضي وتقول محضر محكمة كذا انتقلت وأعلنت. أعلنت مين بقى؟ المتهم. أعلنت المتهم وأعلنت فلان الفلاني اللي هو والمقيم بكذا المتهم في القضية المنوعة. إيه بقى صيغة الإعلان؟ وأعلنته بالآتي أو وأعلنتهم بالآتي. فوق بعد أعلنتهم بالآتي دي في نص السطر دي هنقوم كاتبين من أول السطر. اتهمت النيابة العامة المعلن إليه أو المتهم في القضية رقم كذا لسنة كذا جناح كذا وكان محددا لنظر هذه الجلسة جلسة كذا أمام محكمة جناح قصر النية. ماشي؟ وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة كذا للإعلام بالدعوة. جلسة كذا هتكتبي بقى تاريخ الجلسة اللي المحكمة أجلته. قررت المحكمة التأجيل لجلسة كذا لإعلان المتهم بالدعوة المدنية ويهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة. دول ثلاث أربع أسطر. في نص السطر بعد كده بناءً عليه. بناءً عليه. من أول السطر. أنا محضر أنا محضر محكمة قصر النيل انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمتهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جناح عابدين المنعقدة يوم السبت الموافق 10/11
بسرايا المحكمه كلفتهم بالحضور، لازم يجي تكليم بالحضور. ده بقى مهم، تكليم بالحضور ده ليه؟ عشان ما يبقاش الاعلان مجهل، يبقى لازم اكتب يوم الجلسه، التاريخ، مقر المحكمه، ده اساس. بعد ما هتكتبي ده ان كلفتهم بالحضور امام محكمه كذا والساعه 8 صباحا، وذلك ليسمع المعلن اليهم الحكم بالطلبات الموضحه بالاعلان. هذا الاعلان نعمل ايه؟ ها؟ انا قلت يا بيه الساعه 8، يا بيه مش مشكله، يا بيه الساعه 8 الساعه 10 الساعه 11 مش هتفرق يا بيه والله. يا بيه احنا بنقول، احنا بنقول اعلان. حاضر يا بيه، حاضر. لا الساعه 8، الساعة 8 صباحا المحكمة تبدأ، 9 تبدأ، 10 تبدأ، 12 محدش شو عندها حاجة. ماشي حاضر. ده الإعلان، بيروح يعلن المحضر وينتقل ويروح يعلن ويقابل المتهم يعلنه وخلاص. جينا بقى بعد كده يا أستاذ، أنا بنبح قلبي والمصحف الشريف، والله ما ينفع يا سادزة لو انتوا مش مقدرين ده يبقى حرام. اه والله لاحظوا ان احنا كل نفس بنطلعه محسوب علينا وعلى صحتنا، ولاحظوا ان احنا بنقعدش خالص عشانكم. فمش معقول يبقى احنا بنتكلم وبنقول وانتوا بتتكلموا مع بعض. ما حدش بيعمل كده والله اصلا يعني. المهم ده الاعلان جه، حضر المحضر راح اعلن ومضى المتهم استلم الاعلان. ماشي. وجينا يوم الجلسه، وجينا يوم الجلسه، حضر المدعي بالحق المدني وحضر المتهم. بتبدا الجلسه، المدعي المدني حضرتك بتقول والحاضر عن المدعي بالحق المدني، مدعي بالحق المدني قدم اعلان منفذ لجلسه اليوم. محكمة شافت الإعلان، المتهم مضى عليه بشخصه، خلاص يبقى الخصوم انعقد، يبقى خلاص جاهزة. يبقى المحكمة تقول لك اتفضل أستاذ الحاضر على المتهم، تبدأ مرافعتك حسب القضية اللي أنت فيه والمدعي المدني. بس خلي بالك المدعي المدني هو اللي بترافع الأول، المدعي المدني هو اللي بترافع الأول، هو اللي بيثبت طلباته ويترافع بينضم للنيابة. يعني المعظم كده يعني بينضم للنيابة في الجنح يعني. ولو كانت الواقعة يعني تستاهل ان هو يتكلم كمدين يقول ده، افرض الواقعة قالت خطأ، المدعي المدني بيقدم الاصل يعني، يقول لك الحضر على المدعي المدني انضم للنيابة العامة وقرر ان الواقعة ثابتة في حق المتهم، حيث انه خطأ هو كان السبب المباشر في وقوع الحادث وهو اللي ادى لاحداث النتيجه، واصاب المتهم بالحق المدني بالضرر المادي والضرر الادبي، وبصمم على الطلبات. بس انت بقى محامي متهم هتترافع. انا اترافعت في الجنحه دي، اترافعت فيها واترافعت فيها كويس، واترافعت في اركان الخطا وصور الخطا. قلت اركان جريمه القتل والاصابه الخطا، وقلت صور الخطأ ايه؟ قلتها واكتر من مرة، اكتر من مرة، صح؟ ها؟ بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط كده، وقلتها عملي، وقلتها عملي، قلتها عملي. انا كنت بترافع، انا كل كلام بقوله هنا دلوقتي انا بترافع، يعني انا بترافع، انا مش بقرا حاجة، أنا بترافع، كل كلمة أنا بقولها دي مرافعة، وطالما دي مرافعة أنت عايشة معايا وبتسمعها وشايفها. فإذا هنا لما أنا بعيد تاني أنا بذكر، أنا بذكر على حساب، بس ليه؟ عشان أنتوا تهموني برضه. فعشان كده اللي انا بقوله ده انا قلته وشرحته باستفاضه
وجبت وقائع وقلت فين الخطأ، وقلت فين الخطأ يا أستاذ، فين الخطأ؟ قلت فاكرة؟ فاكرة؟ آه فاكر، فاكر هيبان، فاكر هنا ليه بقى؟ لأن أصل مش معقول إيه؟ إن إحنا هنقعد نقول كل يوم، لا لا، ما أنا لازم أشوف، وأنت ما أنت أكتر مني، لازم تشوف أنت حصلت ولا لا، لازم تشوف أنت عشت ده ولا لا، ما أنت هتترافع فيه بكرة، أنت هتترافع فيه بكرة، ولو حد عايز حاجة يقول لي مش مشكلة. ليه؟ لأني ما هو كان في، وأنا لو قمت سألت دلوقتي، لو قمت سألت دلوقتي هلاقي ناس فعلا مش عارفة، أنا هلاقي ناس وأنا قاعد كده قوم يا أستاذ قوم يا أستاذة، ناس هتقوم تجاوب كأنه بترافع في قضية قدامه وقاريها كويس قوي، وفي ناس هتقوم تقول لك تقف قدام المنصة ما مش عارفة. اتفضل يا أستاذ رافع، أستاذ اتفضلي اتكلمي. ما هو ده بقى يوم الحشر اللي احنا مش عايزينه، اللي احنا مش عايزينه. طيب اتكلمنا بقى، نعم يا شيخ. انت ايه؟ ايوه اترفعت على طول، والمتهم خد حكم خد انت حضرت في القضيه وخدت حكم حضوري. ها طب استنى، امال انت حاضر عن مين في القضيه اصلا؟ متهم الحق المدني. وهتتكلم في الموضوع ازاي؟ ده الاساس المدعي المدني. ما فيش دعوه مدنيه. ماشي. بس هو بقى هرد عليك. هو ده الحكم سنه وغرامه وكفاله. ماشي؟ ادى الدعوه مدنيه؟ بس ما انت حضرتك ما ادعيتش مدني. يا بيت تدعي مدني، امال ايه؟ تدعي مدني في المعارضه. ايوه هتدعي مدني، امال ايه؟ انت هو بس خلي بالك بقى، خلي بالك. لا انا ماليش يا استاذ، هو انت لا هو اتكلم عن دواخل حكم بسنه وغرامه وكفاله. انا مالنا مال الدعوه المدنيه دلوقتي؟ يا بص يا استاذ، هقول لك حاجه، انا ما بضيعش الكلام بس بيه عشان الناس. اتفضل يا باشا. اولا يا استاذ الحكم، خلي الحكم كده في القضيه بتاعتك صدر غيابي، عاقب المتهم وما جابش سيره الدعم المدني، لان ما فيش دعم مدني قدامه. ماشي؟ المتهم هيجي يعمل معارضه، هتيجي انت حضرتك يوم الجلسه المحدده للمعارضه وتدعي مدني عادي، مش في حاجه. امال ايه؟ امال بص يا ليك، انت ليك حل من الاثنين، تسيب القضيه للمتهم ياخد كل طرق الطعن بتاعته، وبعد ما ياخد حكم نهائي ارفع قضيه تعويض مستقله عن المحكمه المدنيه. خد حكم الصوره المحضر والحكم الصادر النهائي اللي استنفذ كافه طرق الطعن، وخش على المحكمه المدنيه دوائر التعويض وتاخد قضيتك مدني من الاول. يعني دي حاجه مش الدعاء المدني ده يعني محفوظ بالنسبه لده. فما فيش هنا بص كلام كويس، بس هو بقى ايه الواقع؟ ايه اتفضلي حضرتك الواقع ايه؟ ان كل القضايا الجنح دلوقتي تلاقي الطرف المجني عليه مدعي مدني، وايه؟ في يقينها ان في متهم وفي مجني عليهم، في مجني عليهم اصابهم ضرر،
في مجد علامه اترملوا، في عيال اتشردت، في 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 كده كده، فبيبقى فيها. واحيانا بقى عشان تبقوا عارفين، في محامين مدعين بالحق المدني بيترافع بيوصل وقائع وحقائق للمحكمه تاثر على تكوينه العقيده في تصويره للواقع. ما انا باجي محامي اترافع عن المتهم، اترافع عن كل الدفاع اللي عندي، قبلي بيترافع المدعي بالحق المدني. محامي المدعي بالحق المدني محامي فاهم كويس قوي يعني ايه دعوه مدنيه، يعني ايه عناصر الضرر، يعني ايه التعويض، يعني ايه علاقه الفعل اللي هو الجرم علاقه الجرم بالنتيجه اللي تحققت، يبقى عارفها وبيثبتها للمحكمه، والمحكمه بتسمعه طبعا ان ده حقه. هنا بيأثر وبيضيف جديد للمحكمه في عناصر الاثبات، بيضيف جديد للمحكمه في عناصر الاثبات والتاكيد على عناصر الاثبات، بدل ما نجتهد لا يعني اهو الاجتهاد مش 50%، لا ده 60%. ليه؟ المحامي المدعي المدني عرض كده للمحكمة، فدي أمور مهمة. طب ما هو في حاجات عندنا مهمة يا أستاذ، إحنا عندنا إيه؟ إحنا عندنا في حاجة اسمها وقف السلف الدعوة، ما تتكلموش إيه؟ بعد إذنكم. وقف السلف الدعوة في حاجة اسمها في المدني، وقف السير في الدعوة. طيب وقف السير في الدعوة يا أستاذة حضرتك، حالات الوقف كم حالة؟ حالات وقف الدعوة. حضرتك أنت يا أستاذ أنت هتترافع يا أستاذ، قوم حالات ما تتكلميش، حالات بقى هتجيب ايه كده؟ حالات الوقف كم حالة؟ كام؟ أربعة. شيخ حرام عليك يا شيخ، جبت الرابع ده منين؟ اتفضلي تقوليهم ولا أنت خلاص قلت أربعة ثلاثة؟ خلاص ماشي خلاص اتفضلي. تعليقي الجزائي الاتفاقي ثلاثة، ايش يا ترى دي؟ اتفضل. طيب ايه انت بتسوق عليه انت اللي قلت لها؟ في ايه؟ المهم طيب حالات الوقف الجزائي بقى ده، لا استنى يا استاذ خلينا نشوف الناس اللي ولادنا الصغيرين دول برضه ناخدهم معانا كده وهنمشيهم. الوقف الجزائي مين يقول لي الوقف الجزائي؟ الوقف الجزائي حاجه انا حجزيكم لو ما قلتوش الوقف الجزائي. الوقف الجزائي قومي اتفضلي قومي على صوتك انت بتترافعي. شهر مدته شهر. ايه هو الوقف الجزائي يعني؟ برافو عليك اكمل انا. الوقف الجزائي ده سلطه للمحكمه لعقاب احد طرفي الخصوم ده ولذلك اسمه ايه؟ الوقف الجزائي العقابي كده معناه. فلما يبقى الوقف الجزائي ده قرار من المحكمه بتوقيع الوقف الجزائي على المدعي لعدم تنفيذه قرار المحكمه. ايه هو قرار المحكمه؟ ما انا اعلنش بالطلبات
ما اعلنش بالطلبات، ما التزمش بالطلبات اللي هي مطلوبه، وما نفذش قرار المحكمه. زي سريع كده، في دعوه حضرتك رافعه بصفتك مدعيه، رافعه دعوه مدنيه، روحي سلمت القضيه، الدعوه المدنيه في المحكمه في قلم الكتاب، ودفعت الرسم وبعدين وديت الدعوه للمحضرين، والمهم خلصت يعني، وحددوا الجلسه. وجيت يوم الجلسه المدعي حضر والمدعي حضر. المفروض انت لما رفعت القضيه ووديتي الصوره للمحضرين اللي هي الاصل وعدد الصور، عدد صور المعلن اليهم، لو المعلن اليهم خمسه مثلا، يبقى هنحط في قلم الكتاب اصل وخمس في الشهر العقاري والمساحه، وراح الشهر العقاري الرئيسي وخلص الورق لسه، خلاص بياخد العقد النهائي. وانت معاك حكم صحه توقيع، معاك حكم صحه توقيع، لقيت ده خلاص الاسبقيه، وده ده ايه ده تطرق الى الموضوع نفسه وخد اجراءات اللي القانون انا عليها في الشهر وفي المساحه وكشف تحديد وكل الامور دي، وخلص والعقد خلص وراح الشهر العقاري بقى الرئيسي عشان ياخد المشروع النهائي ويبقى معاك العقد الاخضر اهو. ها؟ ايه ده؟ احنا هو في انا قلت محو الشط؟ ها؟ ايوه انت موفيها بايه؟ طب ما في يا بيه، انا بكلمك على الاجراء، بقول لك صحه التوقيع يعني مش هي يعتد بها في الملكيه. اتفضل يا بيه. ايوه يا بيه انا قلت كده والله العظيم، دعوه شخصيه تحفظيه لا يعتد بها في الملكيه، ولا يجوز البحث في الملكيه فيها اصلا. تعال انا بقول لحضرتك بقى ايه دلوقتي، اللي انا قلته ده انت سمعتيه؟ اللي انا قلته ده انت سمعتيه؟ سمعتيه؟ انا قلنا دعوه صحه توقيع، دعوه تحفظيه ودعوه شخصيه، ولا تتطرق الى الملكيه، ومالوش علاقه بالملكيه خالص، غير ان ده توقيع صحه توقيع العقد، صحه التوقيع نفسه مش شعب الموضوع. لكن بقول لك نفس الراجل اللي صدر لي حكم صحه التوقيع، خليكم معايا، اللي انا بقول لكم على ان القانون صح اهو، اللي صدر لصالحه حكم صحه التوقيع على العقد ده، نفس الراجل ده راح بايع قبل كده للارض لشخص تاني، والراجل اللي اشتراها راح رفع دعوى صحه ونفاذ العقد في المحكمه، والمحكمه طبقا للاجراءات اللي حصلت حالت القضية للخبير والخبير انتقل، وقبل كده طبقا بقى للقانون لازم نشهر العريضة الأول، نشهر العريضة الأول في الشهر العقاري، ولازم نجيب كشف تحديد من المساحة وكشف تحديد في كل بيانات العقار، والشهر العقاري نفس الوضع، وبعد كده ترفع في المحكمة، وبعد كده المحكمة تأكدت من إني ده البيع ده سليم والبيع ده صح وحدوده والعقار والمساحه طبقا لما هو ثابت بالاجراء، حكمت المحكمه ايه بقى؟ بصحه التوقيع على العقد المؤرخ كذا 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 كذا، وده بقى بصحه التوقيع، مش زي صحه التوقيع، ده صحه التوقيع مشهره، الحكم مشهر بقى، بتشهر الحكم بعد كده، خلاص الملكيه اتنقلت والامر خلص، بالرغم
بالرغم من ان فيها حكم صحه التوقيع ولا يعتد به. عايزة ايه الملكية؟ تمام. لا هو عايز تقول يا بنت؟ اتفضل. بس يا استاذ بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. شهر العهد لا يتوقف على رضاء المال الا اذا كان الشهر رضائيا. يعني اذا ما كان تسجيل العقد رضائيا يروح الطرفين الشهر العقد. اما لو زي ما لسه هقولهم امتنع البائع عن الشهر العقاري فيلجأ الى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. فاذا ما كان البائعين متعاقدين معايا يعني بائع لبائع لبائع فعليه اختصار كل البائعين في دعواهم ويصدر الحكم بنقل الملكيه متسلسله من البائعين هتوصلهم عن طريق عقود البيع اللي انت بتاخديها من كل بائع بيبيع لك العقار بيبقى فيه اسم اللي باعه بعنوانه بتخصمين بخصم بتاعه. يعني هنفترض ان انت اشتريتي شقه متباعه من 4 افراد وحضرتك رايحه تعملي عقد البيع بدايه بتسالي عن مستندات ملكيه الشقه فالبائع بيسلمك العقد بتاعه والعقد اللي اشترى بيه وعقد البائع ليه معهوش اي حاجه انت حضرتك ما تشتريش ولا تكتبي عقد البيع. ثواني لو انت حضرتك رايح تعمل عقد بيع ولقيتي حلقه مفقوده في مستندات الملكيه تنسحبي تماما انت وموكلك ما تعمليش العقد في الفرض اللي انت بتتكلمي عليه. لو انت بتشتري من شركه بدخل مستندات ملكيه هذه الشركه للعقار اللي انت بتشتريه وغالبا ما تكون الشركات مسجله ملكيه الاراضي وبالتالي بتنقلي من المشرف بتاع الشركه لعقد البيع بتاعك المجزأ للموكل بتاعك. لكن اللي انا عايز اقوله بعد اذن حسين دي طبعا انه اتمنى ان يكون واضح لحضراتكم انه الهدف من معهد المحاماه ما هواش تحصيل المعلومات القانونيه، لانه ببساطه شديده انا على يقين كامل ان حضراتكم عندكم معلومات قانونيه كافيه تخليكم تباشروا اعمالكم وتباشروا مهنتكم بالقدر اللازم حتى في الوقت الحالي، لكن حتى لو كانت المعلومات دي قليله فالمعلومات متاحة في الكتب وأيضا متاحة في البحث والدراسة اللي واجب علينا جميعا. لكن أتمنى أن يكون وصل لحضراتكم فلسفة معهد المحاماة أو الهدف من إنه ليه في معهد المحاماة. المعلومة القانونية بالتأكيد موجودة أو أنت هتكتسبها بأي طريقة. وإذا عجزت عن تحصيل المعلومة القانونية فكان عندك مشكلة ويجب إنك تبقى متنافل تماما إن عندك مشكلة. لأن تحصيل المعلومة مسألة أولية مبدئية مطلوب منك إنه إزاي تستطيع إنك لما تحتاج معلومة قانونية في موضوع قانوني معين تعرف تحط إيدك فين تطلع إيه تلاقي فيه المعلومة اللي أنت عايزها. والا كل ما تجيلك قضيه هتقعد تبحث اسبوع وده كلام يعني مش ممكن كلام ده اللي بنقوله بقى ما ياكلش هو إيه. هو ده اللي بنقوله. لكن مساله البحث زي الميه والهواء للمحامي ودي نصيحه اولى بقولها في اخر المحاضره البحث القانون المذاكره بالمعنى المبسط اليومية المذاكرة اليومية إن أمكن
انك تفتح كتاب يوميا في المهجر مسألة أولية لازمة علشان تبقى محامي متميز، وكمان عشان تبقى محامي معاك فلوس. احنا بنتكلم بمنتهى الوضوح وبنلغي من حضراتكم وفي المحاضرة الأخيرة النصيحة اللي يعني بنختم بيها دورة هذا المعهد. ذاكر، اقرا، وتعلم من الكتاب ومن قاعة المحكمة. زي ما حسين بيه قال كده، قاعة المحكمة هي قاعة الدرس الحقيقية اللي لازم تحافظ على التوافق فيها. لازم تقعد في قاعة المحكمة، وخاصة قاعات الجنايات وقاعات الاستئناف العالي في المدن والإيجارات، وأيضا محكمة القاهرة. اقعد اتعلم. مش هتخرج فاضي. لازم تخرج معاك معلومة. وهذه المعلومة يا حضرات هتحتاجها في يوم من الأيام. وهيبقى ثمنها عائد مادي عليك. ولذلك كل يوم انت بتزيد فيه معلومات، بتزيد فيه فرصك انك تلاقي مكان. حضراتكم الزميلات والزملاء ممكن يبقى عنده نوع من يعني مستقبل بالنسبه له رمادي شويه، مظلم بالتالي لانه مش شايف يعني الطريق واضح. لكن صدقوني تاني هقول، اعمل اللي عليك وسيب كل حاجه على ربنا. هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده، اعقلها يعني لازم تعمل اللي عليك الاول. اللي عايز اقوله كمان انه لازم كلنا نتحلى بصفات، وانا اولكم الصفات دي ايضا ليها مردود مدى. خلينا واضحين، احنا كلنا بنسعى دائما الى الافضل ماديا وادبيا، لكن لازم احنا مش يعني مش مستنيين قوي للدرجه اللي ما بنتكلمش فيها في معهد المحاماه على كيف تكون محامي رش ناس حق. ازاي حضرتك تلاقي مكان في هذه المهنه الصعبه جدا وتقدري من خلالها تصنعي لنفسك مكانه ادبيه وماديه انت وتصنعي. هذه الصفات اللي انا بتكلم عليها اللي يمكن او مؤكد ان انتوا عارفينها لكن بناكد عليها، تحلى دائما في تعاملاتك بره المحكمه وجواها، جوه مكتبك وبراها، في حياتك العامه والخاصه بصفات تجعل منك انسانا هادئا وقورا محترما قليل الكلام الا في قاعه الجلس. قليل الكلام الا في قاعه الجلس، وعندما يكون الكلام وجبا. كل ما تكون قليل الكلام كل ما تكون ليك يعني مهارة مطلوبة مع الناس، كل ما يكون قدر العلم عندك وصدقني هي معادلة أنا شخصيا ما أعرفش يعني سببها. كل ما تكون هادئ الطباع وقورا كل ما علمك زاد، وكل ما كانت فرصتك في القضية اللي بتعرض عليه أفضل. لأنه يا حضرات هي المسألة جهد وتعب، وقبل منهم توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. أنا أقول لحضراتكم على يعني تجربة صغيرة كده في إحدى الجنايات كانت محيراني. الإجراءات فيها تكاد تكون يعني صحيح، لكن انا متاكد ان وقعت الضبط مش بالشكل اللي مكتوب عليه. وانا كان يهمني اني اسلم بعيدا عن ما كانت المتهم كان يحوز او يحرز او من عدم، لكن من الضبط كذب في واقعه الضبط وكيفيه القبض على المتهم، وبالتالي لا يمكن تصديقه. تفكير
ليلة نهار في تفاصيل وقعة الضغط حتى وانا في البيت خلاني اكتشفت حاجة فايتة عليا خالص. المضارب بيقول سألناه عن حياتي الشخصية فما كانش معاه فاشتبهنا فيه ففتشناه. وانه المتهم عند سؤاله في النيابة العامة سئل عن تحقيق الشخصية فقدمه للوكيل النيابي. هذه الجزئية غايبة. يعني لما قريت الورق مرة واثنين وثلاثة ما لفتتش نظري انه المتهم بطاقته كانت معاه هو في النيابة. على الرغم من انه الضابط بيقول بسبب القبض عليه ما كانش معاه خالص. هتقولي ما هو ممكن يكون حد اتهام قبل ما يخش تحقيق النيابه، المتهم كان مع الحرس وكان مقيد الحريه وكان محجوز وبالتالي ما حدش يقدر يفترض ان هو كان بطاقته في جيبه او حد اتهام. بطاقته كانت معاه ولما الضابط يقول ان بطاقته ما كانتش معاه يبقى اذا الضابط كذب في مقر. خلاصه الامر انها مسألة كانت بسيطة جدا أنا لا أدركها. ما يعني ما جاتش على بالي. لكن توفيق من عند ربنا. اللي عايز أقوله إنه قد يلهمك ربنا سبحانه وتعالى أيضا بأسلوبك المحترم. باستقامتك أن تكون مستقيما قدر المستطاع. وإنك تكون إنسان محترم في ذاتك وفي علاقتك بربنا. يلهمك ربنا سبحانه وتعالى بمفتاح حل القضيه اللي انت شغال فيها. علاقتك بموكلينك علاقتك بموكلينك لازم تكون علاقه محترمه والا فقدت الجزء الاعظم من اتعابك. كلما زادت علاقتك احتراما والتزاما مع موكلينك كلما على قدر اتعابك. لانه الحقيقه التجربه بتقول انه لو خدت على موكلك الغدا عليك مش هتعرف تطلب منه الاتعاب اللي تملاها. اوعى تعتقد ان التباسط مع الناس خاصه من بينك وبينهم علاقه وكاله هذا التباسط هيجيب لك شغل اكتر او هيخليك تاخد الاتعاب اللي انت عايزها اكتر. خلاصه الامر عشان كي لا نبدو ان احنا بندي نصايح يمكن اكون انا شخصيا مستحي وانا بقولها لكنها تذكرة. عايز من حضراتكم معك ان ما تنسوش ان انتم الدفعة الثانية لمعهد المحاماة وتعتزوا بانكم الدفعة الثانية لمعهد المحاماة وتظلوا متذكرين ان انتم اعضاء الدفعة الثانية لمعهد المحاماة. هتتقابلوا في المحاكم كتير مع بعض. اذا اتقابلتوا وانتم اعضاء الدفعة الثانية لمعهد المحاماة تذكروا هذه الايام. عايز اوصيكم بمهنه حبكم ومثابرتكم على ان تستمروا في المحاضرات لغايه اخر يوم وبهنيكم ان شاء الله بنهايه الدوره وتحياتي ليكم. احنا هنرجع لل اللي عايز يخرج يخرج بقى عشان نبدا مصلحه. خلاص؟ طب هنرجع بقى للايه؟ للي احنا كنا بنتكلم فيه. احنا اتكلمنا في الوقف وانواع الوقف ثلاثة. طيب الوقف ده خلاص احنا خلصنا. طب ما هو في حاجة في الدعوة المدنية في مواعيد الطعن في الأحكام في الدعاوى المدنية. ده مهم جدا. ليه؟ لأنه يتعلق المواعيد دي بساعات بكم يوم اليوم كم ساعة. المواعيد بتتحسب بالساعة مش باليوم. طب لو احنا في مجال الدعوة المدنية الحكم الصادر من المحكمة المدنية الجزئية وصدر حكم ضد حضرتك او ضد حضرتك المفروض هيبقى عليه طعن بالاستئناف. مدة الطعن بالاستئناف كم يوم؟ ها؟ 40 يوم. كلام كويس قوي. طب الحكم الصادر
في عندنا المحكمة المدنية لها نصاب معروف يعني. طب لما يجي النصاب يتجاوز نصاب المحكمة المدنية الجزئية يبقى قدامنا ايه؟ المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية. طيب لو حكم صدر من المحكمة الابتدائية فالحكم ده بيبقى طرفين، واحد صادر لصالح الحكم واحد صادر ضد الحكم. اللي صادر ضد الحكم بيطعن على الحكم، وبيطعن عليه فين؟ والميعاد الطعن قد ايه؟ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية مدة الطعن فيه قد ايه؟ الامتحان ده ها؟ كم يوم؟ استنى يا والنبي يا استاذ بعد اذنك اسكت. ما حدش يتكلم هنا غير لما اقول نبي. 10 ايام يا استاذه؟ قلت 10 ايام؟ طيب اهي في ايه تاني؟ ها؟ يا استاذه خلاص 10 ايام انت نفس دور الحكم مش كده؟ طيب استاذه كام؟ الحكم الصادر من المحكمه الابتدائيه ميعاد الطعن فيه كام يوم؟ والمحكمة بنستأنف قدام مين؟ أنهي محكمة؟ هنقول بقى إيه؟ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ميعاد الطعن فيه 40 يوم ويتم الطعن أمام محكمة الاستئناف العالي. الاستئناف العالي. طب الحكم لما يكون حضوري 40 يوم. ما هو الخصوم ممثلين. المدعي والمدعي عليه حاضرين في كل درجات التقاضي. استئناف بنحضر كله بنحضر لغايه ما المحكمه تحجز للحكم وايه وتصدر الحكم والعود والحكمة المحكمه حضوريا بكذا 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 في الدعوه المدنيه. طيب هنا هيبقى الحكم 40 يوم من تاريخ الحكم. طيب طب نفترض بقى ان الحكم صدر والمدعي عليه لم يصدر في الدعوه خالص. ايه ايه الفتاكه دي؟ يا سلام برافو عليك. من تاريخ الاعلان مش كده؟ 40 يوم من تاريخ الاعلان صح؟ اه من تاريخ الاعلان بشخصه. طيب يبقى ديت خلصنا. طب هنا بقى في اللي احنا قلناه ده يبقى الطعن في كل الدعاوى المدنيه من المحكمه الجزئيه لغايه المحكمه الكليه لغاية كل ده 40 يوم. 40 يوم ما عدا الطعن بالنقض في الحكم في الصادر من حتى لما نيجي نطعن معك قلنا 40 يوم. طب نفترض بقى محكمة الاستئناف العالي حكمت لأي من الخصوم، هيبقى في طرف عايز يطعن بالنقض. هنطعن هنا بقى بالنقض بقى في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي اللي هو مطعون عليه في محكمة النقض. هنا الميعاد الطعن قد ايه؟ 60 يوم. برافو عليك، ميعاد الطعن 60 يوم. ده كلام كويس قوي. طب لما نيجي نشوف بقى الجزاء على مخالفة الأمور دي هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه خراب ودمار وضياع للمحامي. جيت حضرتك في قضية مدنية وانت حاضرة من أول جلسة وصدر حكم حضوري والمفروض انت اللي هتستأنفي الحكم وعارفة ان ميعاد استئناف الحكم 40 يوم. جيتي حضرتك استأنفت الحكم يوم 41. خلي بالك استنى غير ميعاد المسافة بقى ما نتكلمش في ميعاد المسافة ده معروف والمحكمة بتقدم. لو أنا جاي من الوادي الجديد أو جاي من أسوان والمحكمة بتديني ميعاد مسافة يوم أو اتنين حسب اللي القانون قال عليه. إنما أنا بتكلم إحنا قاعدين هنا في القاهرة والحكم صادر من القاهرة والعقار في القاهرة والمحكمة في القاهرة، يبقى مواعيد الطعن تراعى طبقا للقانون 40 يوم. مفيش ميعاد مسافة. جيت حضرتك سوي عليك وجيت تحسب قلت لا ده بكره ال 40 يوم وانا كده هقدم الطعن بكره في الميعاد. وجيت حضرتك قدمت الطعن
ورحت بتقدمه للسكرتير هناك الموظف المسؤول وبتراجع، قال لك يا استاذ ده كده الطعن عدى، المفروض كان اخر يوم امبارح، هتعمل ايه بقى؟ السكرتير هياخده منك ويأيده ومفيش مشكله، بس هتيجي من اول جلسه هيطعن، يقول لك ادي عدم قبول نقض او عدم قبول الاستئناف. تقول ايه يا استاذ؟ هو انا قلت غير كده؟ ما هو ده انا بقول لهم كده، انا بقول لهم كده، حضرتك انت بتعلم معايا برضو، انا بقول كده، انا بقول ان دي الجزاء المترتب على مخالفة مواعيد الطعن بالاحكام، سواء كان حكم جنائي أو حكم مدني او اداري او اي احكام بتطبق عليها الطعن في الحكم. يبقى هنا لما اجي الاقي الطعن بعد الميعاد يبقى المحكمة هتدي حكم، وحكم ايه؟ خلصان ما فيش فيه كلام. يعني لو كان الحكم الصادر بحكم في قضية مدنية وفي استئناف، ولو استأنفت ممكن يتغير وجه الرأي في الدعوة دي، لكن هنا طالما الحكم حاز الحجية لأن الطعن كان في الميعاد، الطعن كان بعد الميعاد، يبقى هنا عدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، خلصت حكم بقى نهائي مفيش فيه كلام تاني خلاص. زي الحكم بتاع ايه اللي مواعيد الطعن، خلي بالكم في الجنح 10 ايام، في الجنح 10 ايام الحكم الغيابي بطن عليه 10 ايام، المتهم عارف ان صدر حكم عليه وخايف من الاكمنه وخايف من كده، بيروح على طول يقرر بالنقض في بتاع بالمعارضه في الحكم، او قال لي المحامي عامل له توكيل، قال له والله روح في حكم بالنسبه لي، او المحامي شافه عمل، المهم اتعمل معارضه. طب نفترض بقى ان الحكم صدر والحكم غيابي والمتهم ما يعرفش والدنيا ماشيه، طيب هنا ما هو في النيابه بتعمل اعلان للمتهمين اللي هم صدر ضدهم احكام غيابيه. طب المتهم صدر بقاله سنه ومحدش جاله ولا حد سال فيه، يلاقي جاي له اعلان من النيابه في الحكم، في الحكم وفي رقم القضيه، وان في حكم محكمه بمعاقبه المتهم حكم ده 3 سنين بجلسه كذا غيابي. المحضر لما راح يسلم الحكم سلمه للمتهم شخصيا، خلي بالك مهم جدا، الحكم لما اعلن به المتهم تم تسليمه للمتهم بصفته الشخصيه بشخصه، ووقع عليه بالاستلام. هنا ابدا احسب الاجراء بقى، هنا بقى ايه القانون مسكك، ما بقاش فوضى، لا انت مضيت بشخصك على الاعلان بتاع الحكم، يبقى هنا يبدا معاد الطعن في المعارضه من امتى؟ ها؟ من اليوم التالي للاعلان، خلي بالك من اليوم التاني للاعلان يبدا ميعاد الطعن، يبدا احتساب ميعاد الطعن في المعارضه من تاريخ اعلان المتهم المحكوم عليه بالاعلان، من تاريخ اليوم التالي لتاريخ الاعلان، يبدا اعلن النهارده حد عد ال10 ايام من بكره، عد ال10 ايام من بكره. طيب الاعلان تم صح وفي ال10 ايام والمتهم استلم الاعلان بشخصه وجه يوم الجلسه ما راحش، جه يوم الجلسه يعني الاعلان وجوبي؟ بص هقول لك يا بنت، في حاجة بقى اسمها الحضور وجوبي، وفي حاجة اسمها الحضور بتوكيل، وفي حاجة اسمها الحبس وجوبي،
في حاجه اسمها الحبس وجوبي، يعني لما يصدر الحكم يبقى الحكم واجب وجوبي، وفي حاجه اسمها الحكم الحبس او الغرامه. الحبس او الغرامه، اسمعني بقى بعد اذن حضرتك، وفي حاجه اسمها الحبس والغرامه. الحبس والغرامه، وفي حاجه اسمها لابد من حضور في قضايا، قضايا سرقه لابد من حضور المتهم شخصيا حتى في اول درجه، حتى لو على المعارضه يبقى لابد ان يحضر شخصيا، لان الحكم فيها مع النفاذ. القضايا اخفاء اشياء مسروقه جنحه، بس الحكم فيها مش مع النفاذ، يجوز الحضور فيها بتوكيد. وفي حاجه ثانيه، لما انت تيجي تكون حاضر في قضيه والمحكمه تقول لك يا استاذ احنا عايزين حضور المتهم، عايزين المتهم، وللمحكمه ان تامر بالتاجيل وحضور المتهم شخصيا، حضور المتهم شخصيا بالرغم من ان يجوز فيها الحضور بتوكيل، ما انا حاضر بتوكيل، وجات المحكمه قالت احنا عايزين المتهم، تاجل المحكمه وتجيب المتهم. اداك الشغل والنفاذ. وحضرت بتوكيل. بالظبط. لا هيحبسوا، هيحبسوا، لازم تحضر، يحضر بشخص. ممكن بقى، ممكن تسيبيه وتعملوا استنى، مفيش مشكله، مفيش مشكله. يبقى احنا عرفنا المعارضه والاستئناف. طب لو جينا هنا، ما هو احيانا بقى ممكن يجي الطعن بالنقد في خلال 60 يوم. ده خلي بالكم، ده الامور خطيره جدا. انت ممكن في هفوه تودي واحد، مش لا مش هتوديه للمفتي بس، ده انت هتذبحه خلاص، خلص اجل، وجي هتموته باهمالك. ليه؟ نفترض ان حكم صادر من محكمه الجنايات او حكم صادر من محكمه الجنح المستأنفه اللي هو يجوز الطعن فيه. انتوا عارفين ان ميعاد الطعن في الاستئناف 60 يوم، 60 يوم. جه عملنا مذكرة الطعن بالنقد وقدمناها، بس اتقدمت بعد الميعاد، اتقدمت بعد الميعاد، او تكون اتقدمت والمتهم ما قررش بالنقد. خلي بالك هنا بقى، في دي فيها خصوصية. لما نيجي تطعن بالنقد على حكم، لازم المتهم قبل انت ما تعمل المذكرة يقرر بالنقد في دفتر التقرير بالنقد اللي موجود في النيابه الكليه، والمسجونين بيبقى الدفتر موجود في السجن. يبقى لازم المتهم يقرر بالنقد ويجيب رقم النقد وتاريخ التقرير بالنقد. الرقم ده بيروح النيابه، السجن بيبعته على النيابه، واحنا بناخده علشان نحطه، نقول انه قرر المتهم بالطعن بالنقد بتاريخ كذا برقم كذا، برقم كذا. يبقى طب المتهم ما قررش بالنقد، ايه اللي يحصل؟ خلاص بعد كل الطعن. شوفوا بقى ايه يعني منوط بحضرتك انك تطلب من المتهم او من اهل انه خلي، هتقول المتهم يعمل تقرير بالنقد ويجيبوا لك الرقم، يجيبوا لك تكتبه في المذكره. ولذلك مواعيد الطعن في الاحكام في منتهى الدقه. طب نرجع تاني في حاجه. طب هو احنا مش قلنا مامور الضبط القضائي دول اهم ناس او اهم سلطه في الدوله اللي بتطبق الشرعيه الاجرائيه؟ ها؟ صح؟ صح؟ مين مامور الضبط القضائي؟ ها؟ مين مأمور الضبط القضائي اللي القانون حدده؟
مأمور الضبط القضائي اللي هو فيه مأمور ضبط قضائي له اختصاص محلي، وفي مأمور ضبط قضائي له اختصاص عام على مستوى الجمهورية. اللي له اختصاص محلي ومكاني اللي هو ايه؟ مأمور الاسم، اختصاصه في دائرة الاسم. الضابط اللي موجود معاه كل اللي في الاسم دول اختصاصهم الاسم. وكيل النيابة اللي موجود في اسم عابدين اختصاصه دائرة اسم عابدين ما يتجاوز، بمعنى ان الاختصاص المكاني القانون ده المكاني ليه؟ لانه لا يمتد عمله خارج اختصاصه المكاني، ولا يروح يقبض على حد خارج اختصاصه المكاني، ولا النيابة تدي اذن لمأمور ضبط قضائي ويروحوا ينفذوا في اسم الموسك، ده انا بديك اذن في اسم عابدين. نرجع ليه دي ازاي بقى؟ يبقى انا عندي الاختصاص المكاني، احنا قلنا الاختصاص ده الاختصاص المكاني اللي هم ضباط الشرطه الاقسام والنقط والكلام ده كله والعمد والمشايخ وده ضباط، وفي بقى ضباط الادارات العامه المتخصصه، ضباط الادارات العامه المتخصصه، والنبي بعتزني حضرتك سيبني يا استاذ بقى، ضباط الادارات العامه المتخصصه على مستوى الجمهوريه. ده بيبقى له اختصاص على المستوى الجمهوري، يعني الاداره العامه للمخدرات، الامن الوطني، امن الوطني ما هي اداره، الاداره العامه للمخدرات، الاداره دي لها انها تحرر محاضر في اي مكان على مستوى الجمهوري، اي مكان على مستوى الجمهوري، وتحرر المحاضر وتقبض على المتهم وتحرز وتضبط جرائم وتطرد عن النيابه وتعمل تحريات وتعمل اذن، كل ده له الحق في اي مكان يقع داخل جمهوريه مصر العربيه. الاداره العامه هنا المقر بتاعها في القاهره، يروح يعمل قضيه مخدرات او قضيه اثار او اي حاجه في الوادي الجديد، ينتقل وياخد، وله انه ياخد اذن من النائب العام او ياخد اذن من المحامي الاول هناك في الاسوان، وتحريات واذن وتفتيش وقبض وتحريس، ويعمل المحضر ويحرر ويروح عليه فين بقى؟ يسلم المحضر فين؟ برافو عليك، برافو عليك، في الاسم التابع ليه المتهم الواقعة، متهم مرتكب الواقعة في الاسم ده، يبقى الإدارة بتروح تسلم المحضر وبعد كده تحقق على النيابة والنيابة تحقق بقى وكده. طيب ما احنا في حاجات، ده الإذن، مأمور الضبط القضائي دول بقى اللي هو نوع الاختصاص العام ده، طب ما احنا عندنا في ضبط بيبقى من غير اذن وتفتيش، ودول اخطر حاجه يتعرض لها الانسان وحريته وسكنه. القانون قال ايه بقى؟ قال تفتيش المساكن والاشخاص وملحقات المساكن والسيارات الخاصه ده من اختصاص سلطه التحقيق، او من اختصاص سلطات التحقيق. اكمل والله يا استاذ، مش انا بقوله ده صح برضه؟ صح؟ طيب حاضر، عشان بس المعلومه ما تروحش مني. ده يبقى تفتيش الاشخاص والمساكن وملحقات المساكن والسيارات الخاصه، ده عمل من اعمال سلطه او من سلطه التحقيق. ايه يعني معناه ده؟ يعني لا يجوز لاي من مامور الضبط القضائي ايا كانت صفته أن يقتحم منزل أو يفتش شخص. أربعة، تمام، أربعة. طب نقول أربعة، نقول قول
همشيها لك بس صح، برافو عليك. هي ماشيه يعني اربعه، ودي دي صور اسمها ايه بقى اسمها دي ايه؟ صور التلبس، صور التلبس، حالات التلبس اربعه اللي انت حضرتك قلتيه، صور التلبس. طيب حالات التلبس، ها ها سمعتيش؟ طب ما احنا قلنا قبل كده، ما عليه اسمع اكمل. حالات التلبس دي على سبيل الحصر اربعه بس، ما فيش نوم لا اقل ولا اكتر. ليه المشرع قال حالات التلبس اربعه بس ولا يجوز الاجتهاد في حالات التلبس؟ حاله التلبس زي القول ما قال، يبقى دي حاله التلبس فيها اجتهاد زي الضابط ما بيعمل كده، لا مش حاله التلبس. والعبره خلي بالكم بقى، في محامين قاعدين معاكم شاطرين قوي في الحكايه دي، شاطرين بيحضروا قضايا وكده. حالات التلبس دي العبره مش في الوصف اللي بيقوله الضابط، لا ولا النيابه، العبره بالوصف الذي تسبغه محكمه الموضوع على الواقع. والا لو ما كانش كده كان ثلاث ارباع الناس اتحبسوا. اول موسم ليه بقى؟ لان مامور الضبط القضائي اللي بينفذ حالات التلبس وبيكتبها ده ويضبطها ده هو مش عارف يعني ايه، وبيقول اي صوره ممكن تكون غلط، وممكن لو كتب الصح يبقى فيه تلبس، بس هو عايز مش فاهم الصح، فعايز بيكتب يعني ايه، يغير في الموضوع وفي الصوره عشان يقول لك ايه، عشان ياخد حكم كبير.